ولنذهب إلى أبو ظبي وإلى نور الدين الحموري وهو كبير تسجيل الأسواق في ADS Securities. نور أهلا بك. يعني الكل كان يتابع يوم أمس فيدرالي، طبعا سنتكلم عن هذا الموضوع في فقرة لاحقة نور، ولكن لنبدأ اليوم مع أداء الأسواق الأمريكية. نلاحظ نشاط واضح، قوة لهذه الأسواق من جديد، ارتفاعات الداو فوق 18,000، S&P فوق 2,100 نقطة مع صدور البيانات الأخيرة. هل تعتقد بأنها ما حدث يوم أمس قد يكون داعم جديد للأسواق الأسهم الأمريكية؟ بالتأكيد. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. مبدئيا الأسواق الأمريكية بالتأكيد عندما لم نشهد أي نوع من حتى التحذير نوعا من قبل جانيت يلين أن يكون هناك في تضييق للسياسة النقدية، شهدنا بالأخير ارتفاع بكل من الأسواق العالمية سواء كانت بأوروبا أو بأسيا، وحتى نوعا ما أوروبا كان لدينا مشكلة اليونان، لكن الأسواق الأمريكية في الغالب هذا يعتبر شيء أو دافع جديد في ظل استمرارية للمال الرخيص المتواجد حاليا في الأسواق وعدم وجود سحب جديد للسيولة. ولا ننسى أيضا أن هناك في الكثير من الأموال خرجت قبل الإعلان عن يعني عدم رفع اسعار الفائده، خرجنا من حوالي اكثر من 3 أشهر الان، ومع نوعا ما عدم وجود وضوح في صوره الفيدرالي او سياسته المستقبليه على الاقل، هذا الشيء الذي قد يعيد هذه الاموال من اسواق السندات الى اسواق الاسهم، هذا الشيء ايضا يعتبر وارد. طيب نور، كنا يعني طلعنا على الكثير من البيانات الصادره عن الاقتصاد الامريكي وبالاخص معدلات مستويات طلبات الاعانه للبطاله التي بقيت دون مستويات 300,000 للاسبوع الخامس 15 على التوالي، ماذا يعني ذلك؟ نعم، لم أعطيها هذه الأهمية لأنه هذا الشيء لا يعتبر بالشيء الجديد. الشيء الأهم كان في معادلات التضخم، كان لدينا انخفاض لمؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي للشهر الخامس على التوالي التي نشهد فيها انخفاضات أو قراءة سلبية دون مستويات الصفر، هذا الشيء الذي لم يحدث له مثيل منذ العام 2009. بمعنى الحديث عن وجود مخاطر تضخمية من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الفيدرالي إلى الآن لا تعتبر نوعا ما صحيحة، لأنه إلى الآن التضخم لا زال منخفض. شيء ثاني وهو الأهم أيضا، أريد أو أفضل لو أي وجود أي أحد ممكن أن يشرح لي كلمة medium term أو اللي هي على المدى المتوسط. بن برنانكي كان يقول أنه يتوقع معدلات التضخم على المدى المتوسط أن تصل إلى 2%، هذا الكلام كان متواجد من العام أو الكلمة هاي متواجدة من العام 2009 حتى اليوم، وإلى الآن لم نصل إلى 2%، والآن جانيت يلين تعود وتتكلم عن 2%. ما هي الميديوم تيرم إلى الآن لا نعلم، لكن الآن بعيد جدا عن الحديث عن نصل إلى 2%. نعم. أرقام البطالة إلى الآن نوعا ما لا زالت نعم منخفضة، أدنى مستوى لها منذ حوالي 30 عام، لكنها المحرك ليست المحرك الأساسي من جديد. يجب أن ننظر إلى معدلات التضخم وباقي الأرقام المنتظرة اليوم في فيلادلفيا فيد خلال حوالي نص ساعة من الآن تقريبا. نعم. إذا نور الدين ابقى معنا، سنعود إليك بعد قليل في هذه الجولة من هذا البرنامج، وسنكون أيضا مع حدث اليوم الذي نخصصه الليلة للحديث عن أبعاد قرار الفيدرالي الأمريكي وانعكاساته على أسواق المال والعملات. شريط المعلومات برعاية شركة الاستثمارات الوطنية.